ما همش ولاد بلاد، ما همش من الزهرة وما يعرفوش. توا مازالت الريحة مازالت ما خرجتش، توا مازلنا في ولسي، تشوف بعدك البابوش كي يخرج البر يموت بالبوليسيون اللي في البحر، اوتوماتيكمون تعبد لقاها مع بيحوت، بداو جايين باش نحلوا الكلوب على الصباح من الرومبوان تشم الريح. قرار منع السباحة ولئن كان في مصلحة المواطن وبسبب التخوف على الوضعية الصحية نتاعو، فإنه هذا الأخير دعا السلطات للبحث في الأسباب قبل اتخاذ قرارات. شكون منع السباحة؟ نعمة مني عم ربي جي يمنعني منها أنا باش منعوم؟ هذا قرار هذا؟ خذ قرار انت الماء هذاك عامل له جعبه هبطه في قلب البحر، ها هو القرار الصحيح. اما تجي تقول لي تمنع السباحه عليه، ربي يعطيني نعمه هو يجي يحرمني منها؟ الوليدات الصغار ما يعوموش لهنا، شو معنى يلزمني نمشي انا نعوم في الحمامات ولا في سوسه؟ عليه نحن شعب كاتريم شوا سانكيم شوا، وعليه سانكيم شوا بحر الزهرة من اعز البحورات ما يصبوش له سخ، تي هما عملوا له يصبوا جا وحلوا ولقاو الكوليرا فيه. شنو معناها نخليو رواحنا الكوليرا تاكلنا؟ علاش باش ما ناخذوش قرار لوناس ولا تصب في بلاصه اخرى ولا تصب في قلب البحر؟ لوم كبير وجه المواطن على ضعف التواصل مع الوزارات وعدم الاعلام المباشر بوضعيه الشاطئ. بحر الزهره من قبل المسخ كي ما جانا حتى حد وسان في مالو كور، معناها شوف البحر هكا كيفاش؟ من الانترنت، من الانترنت وعلمنا اللي بحر الزهره مسخ و برمي للبحورات المسخين في تونس. دونك سان في مالو كور بشوف بحر هكا. اليوم شاطئ الزهرة وبعد ما كان قبل العدد هام من الزوار، رأى اهالي الجهة انه ما عادش يصلح الا لممارسة الرياضة لا غير. ثلاثة ودان يصبوا والناس ما تردش بالها، ليزاندستريال اللي ثم على ولاية بن عروس ما ردوش بالهم، لو ناس جو كوا كالي ديباسي. دونك هذوما اشياء اللي انسان يخلي الزهرة وخرة التالي قبل ما تكون تقدم القدام. يعمل طلع صغير على البحر ويمشي، ما ينا بلو اونفي دو باش يعوم هنا، يقول لك انا نجيب ولدي هنا يروح لي بمرضى نقعد نعاني فيهم، بعد هيك الدويات وماك تعرف انت اسوام الدويات وين وصلت، دونك ما عادش يتبع بعضه. اكثر من مواسة تكوير، انا نتمو عندي برشا ما عمتش هنا، فهمت فيها؟ مي جو سي با تونتي، جوست خاطر الجيل هنا الفوال باش نعمل فوال ندخل الداخل دايور، فهمت؟ ما نقعدوش هنا الداخل بكل باش واحد يعوم. موسم الصيف الفترة الوحيدة اللي يتفرهد فيها التونسي واللي يستغلها في التمتع بالبحر، لكن بوجود شواطئ كيما الزهرة وغيرها واللي أصبحت منبع للقلق والمرض، فإنه بعض التوانسة يراو أنه صيفة التونسي أصبحت تكلفتها مرتفعة.